أعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ختام دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني للمجلس. يأتي ذلك فيما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، وذلك لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه ودعم اقتصاديات السوق الحرة وخلق بيئة استثمارية تنافسية.